السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قناة المرعى لتسمين العجوب والأبقار الحلاب. حلقة اليوم هنتكلم عن إضافات الأعلاف، وهنوضح إزاي نخلي إضافات الأعلاف تكون سبب في ارتفاع معدلات التحويل وزيادة الأوزان. الهدف بتاعي أنا أو بتاعك أنت أو بتاع كل مربي أو كل معاه مشروع تسمين العجول، هدفنا كله زيادة الاستثمار والربح في عجول التسمين أو الربح من عجول التسمين. أما هدفنا ده كله زيادة رفع معدلات التحويل، يبقى لازم نتناقش مع بعض إزاي إضافات الأعلاف هتكون سبب أساسي في ارتفاع معدلات التحويل وزيادة الأوزان. إضافات الأعلاف نوعين، إضافات أساسية وهي الإضافات اللي من خلالها أنا برفع معدلات التحويل وزيادة الأوزان، ولو أنا ما ضفتهاش في العلفة هتسبب لي مشاكل. طب والإضافات الفرعية؟ الإضافات الفرعية هضيفة في بعض الحالات وليس كل الحالات، يعني مش هضيفة يعني ممكن إضافة تضاف مع الحلاب ومتضافش مع التسمين، وفي إضافة ممكن تضاف مع التسمين ومتضافش مع الحلاب. طيب هنتكلم الأول عن بودرة البلاط. بودرة البلاط أو الصدف المطحون ده مصادر الكالسيوم في الخلطة. مصادر الكالسيوم، العجل أو عجول التسمين عامة بعد ما تتفطم من الأم بتبقى محتاجة مصادر كالسيوم في العلفة، فهتبقى المصادر اللي هي بسيطة هي بودرة البلاط أو الصدف المطحون. يضاف 20 كيلو على الطن، ولكن امتى تضاف وامتى ما تضافش؟ هضيف بودرة البلاط او صدف المطحون 20 كيلو على الطن في حالة لو انا الزرع عندي حبوب وانا اطحنها على ايدي حب، يعني اضيف 20 كيلو بودرة بلاط او صدف مطحون. طب لو هتشتري الزرع مطحونة ما تضيفش، يعني الشركة مثلا هتبيع الزرع مطحون هي كده ضايفة صدف او بودرة البلاط، فانت ما تضيفش عليها يا بودرة البلاط. لابد من إضافة ده عنصر أساسي، بودرة البلاط أو الصدف المطحون، عشان الكالسيوم في الخلطة. طيب بعد كده هنتكلم عن ملح الطعام، هو عنصر مهم جدا وخصوصا في الحلاب، عنصر مهم جدا وخصوصا في الحلاب ولا يمكن الاستغناء عنه. يضاف في الحلاب بنسبة 10 كيلو على الطن و5 كيلو على الطن للتسمين، يبقى 5 كيلو لو هضيفه على التسمين و10 كيلو لو هضيفه على الحلاب. ده ملح الطعام، ويفضل ملح الطعام يكون ناعم مش خشن، ملح الطعام يكون ناعم مش خشن، تمام؟ بعد كده هنتكلم عن مضاد السموم. مضاد السموم وهو يعني أهم عنصر من العناصر اللي هنذكرها كلها. ليه؟ لأن مضاد السموم لو أنا العلفة عندي عملت تكتلات أو عملت عفونة وأنا ما حطيتش مضاد سموم هيأثر على الكبد معايا، والكبد هيضعف التحويل، يبقى كل اللي أنا بعمله ملوش أي معنى، تمام؟ مضاد السموم ده نوعين، مضاد ضد التكتلات ومضاد بيعمل يكسر العفن، يكسر العفونة، ده غالي شوية. أما مضاد التكتلات ده بسعر بسيط، يضاف 2 كيلو على الطن، مضاد السموم يضاف 2 كيلو على الطن. طيب لو انت العلفة بتاعتك دي هتخلطها يوم بيوم ما تضيفش مضاد سموم، معاك من يوم الى 10 ايام، لو انت الخلطة بتاعتك هتاخد يوم او من يوم الى 10 ايام ما تضيفش مضاد سموم، مش هيلحق يعمل عفونة ولا هيعمل تكتلات. طيب لو خلطتك هتقعد اكتر من 10 ايام لازم تضيف مضاد سموم عشان ما ياثرش على الكبد. ناس كتير اشتكت من معدلات التحويل، قعدنا نبحث معاهم على اسباب المشاكل، لقينا انه هو بيقعد العلفه ما يقارب شهر ما بيضيف لهاش مضاد سموم خالص، ولقينا اثر عفونه في العلفه نفسها، يبقى ولا بيضيف مضاد سموم ضد التكتلات ولا ضد يكسر العفونه، وعنده عفونه اصلا فعملت زيادة سموم في الكبد فأثرت على معدلات التحويل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. فأثرت معايا على معادلة التحويل. فإحنا كده مضاد السموم عندي اتجاهين. اتجاه الأول لو أنا الخلطة بتاعتي تاخد من يوم معايا من يوم لعشر أيام ممكن بضيفش مضاد سموم. لو الخلطة هتاخد أكتر من عشر أيام هتقعد معايا أكتر من عشر أيام لازم أضيف مضاد سموم. طيب بعد كده هنتكلم عن الخميرة. والخميرة دي برضك عنصر أساسي عشان الخميرة بيزود الميكروبات النافعة في الكرش وبتحسن من أداء الكرش. فمعنى ذلك إن هي عنصر بيعمل معايا إيه؟ رفع معدلات التحويل، بيزود معايا الميكروبات النافعة وبتحسن أداء الكرش معايا، فيعتبر معايا عنصر أساسي من زيادة معدلات التحويل. طب هي ثلاث أنواع، في خميرة فورية وفي خميرة خبز وخميرة العجول اللي موجودة في الصيدليات، تمام؟ وفي الخميره بتاعت المصانع. طيب خميره الفوريه استخدمها امتى؟ لما اكون هضيف يوم بيوم هضيف الخميره على العلفه يوم بيوم، يعني اخلط احط التبن واحط على العلف ثم اضيف الخميره الفوريه، تمام؟ يوم بيوم. طب خميره الخبز برضك لما اكون انا عندي العلف هيقعد يوم واحد، يعني على سبيل المثال عندي مزرعة هتاخد معايا مثلا طن في اليوم، فاخلط عليها خميرة الخبز اديب 3 كيلو خميرة خبز، واديب او هيطلعوا معايا بالظبط 6 قوالب خميرة، افركهم على شكارة ردة او شكارة ذرة واقلبهم على العلف، تمام؟ بس في حالة العلف كله هيقعد يوم واحد، ما ينفعش خميرة الخبز تقعد اكتر من يوم. لو انا هضيف الخميرة يوم بيوم يبقى خميرة فورية وخميرة الخبز يوم بيوم. ممكن تضيف خميرة الخبز لكل عجل لكل راس 20 جرام يوميا على الخلطة بتاعته، هتحسن برضك من اداء الكرش وترفع من اداء الكرش وعملية الهضم، وبرضك هتعالج لك عملية نزول الحبوب اثر الحبوب في الروس، عملية وجود اثر حبوب في الروس هتلغيها خالص. ليه؟ لانه بيرفع من كفاءة الكرش، فهيعمل على عملية امتصاص كامل للغذاء للمواد اللي داخل الكرش. طيب في خميرة هتروح اي صيدلية بيقول له عايز خميرة اللي هتضاف خميرة عجولة تضاف على الطن، هتلاقي كيس كده يطلع 2 كيلو او 5 كيلو وتخلطه انت على الطن، ده اللي بينفع معايا انه يقعد فترات طويلة. طيب بعد كده هنتكلم عن الحلبة المطحونة. الحلبة المطحونة وهي تستخدم لزيادة الأوزان العجول. يبقى الخميرة قلنا هي رفع المعدلات التحويل، أما الحلبة المطحونة زيادة أوزان العجول. تضاف بمقدار 20 كيلو على الطن، 20 كيلو على الطن تضاف ب 20 كيلو وتعمل على زيادة أوزان ورفع معدلات التحويل. بس آخر شهر ما تحطهاش ما تحطهاش على العلف، تمام؟ ولا تداش للعجول عشان ما تغيرش طعم مية طعم اللحمة. بعد كده هنستخدم الملاس. الملاس يضاف الملاس بنسبة 50 كيلو على الطن في الشتاء وليس الصيف، لأن الملاس سخن بطبيعته، فأستخدمه في الشتاء. في ناس بتشتكي وده علاج برضك لبعض الحالات، ناس بتشتكي بتقول العجول ما بتحولش في الشتاء، العجل بيحول في الشتاء بس تحويل بياخد جزء من الأكل بيوديه ناحية جزء اللي خده ناحية التدفئة، بيولد التدفئة نفسه من الأكل. فأنت لما تضيف الملاس هو ما هياخدش من العلف، هياخد الملاس يعمل تدفئة لنفسه، وكده أنت حلت مشكلتي مشكلة ضعف التحويل في الشتاء. طيب بعد كده في الفيتامينات، يضاف 2 كيلو فيتامينات 2 كيلو فيتامين اللي هو على الطن، تمام؟ وفي اخر حاجه البيراميدات كيس كيس 3 كيلو. وكده خلصنا اضافات الاعلاف. يا ريت تشتركوا وتفعل زر الجرس.